السلام عليكم، مش حالكم؟ خلصنا راس الخيمة، وصلنا الزبير، الشارجة، المزرعة. عندنا عاد الأسبوع هذا يوم السبت افتتاح أيام الشارجة التراثية. حرية وين؟ في الشارجة؟ لا الشارجة لا، وين عيل؟ في دبل حصن. دبل حصن عندهم مهرجان، والفرق الشعبية أنواع وأشكال، والجوائز أنواع وأشكال، ومسابقات الأكل الشعبي. وشو دبل حصن ترن، دبل حصن الصن وترن، يعني مهرجان. وأنا بطبخ وبطبخ. يا تعال تعال يا ابو الجدور، خل هذا، نزل بابا، نزل اركب. جيب جدر كبير كله خله تيار، ها كله هنا خله تيار، عشان حنان يودي دبا عشان نفر. يا رح بطل ستور، افتح ستور. وابوي وينه؟ يلا هي نعم، نزل هاي، يلا نزل، ايه برع، هي نعم، يلا هاي الرح، يلا عشر يلا دبا الهندبا والمندبا بأدبا وبندبا مسارين دبا. يلا عاشو، يلا طلع 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 المشاخر وطلع الدنيا. هي نعم حرية مستعدة، أشوفك مستعد لدبا الحصن، مهرجان العود والطبيخ. وشو تسمعوني؟ دبا الحصن يوم السبت إن شاء الله تعالى. الله يجعلنا وياكم الحي. أنا شو الجدول والله عاشو ودي برا. نعم كله برا، ودي طلع، خلني أطبخ لهم طبيخ. نعم ها، خالو عندي بشاكير، ولو عندي عمال، إذا ما روحي أشوف العمل بعيني ولا ما أستانس. أخاف ينسون من اللاس، أخاف ينسون شيء أنا آسي أتورط، منو بيبلي؟ منو بيعطيني؟ طالع روحي جهزت ملاليسي. عاشوا بوي، عاشوا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. شوي تورا يبو حق اللحم هذا. نعم هاي تورا. يلا بوي، ايوه فوق يا هو جدر. حوض جاكوزي. هذا جاكوزي. هي ها شوفوا طالع ما شاء الله. ودبنا بابو، ايه دركو ما شاء الله. ايه يلا عاشوا يلا غطوا. هي نعم مره خلاص، قواكم الله. هي ما شاء الله. يلا ابوي خلي تيار، ها خلاص. ايه يلا هذا كله تيار، هاجي سيارة كبير يشيل، ها يلا عمي كله سوي غطا، ها طالع وتمشى. شوفوا ايش حالات. الله دوروا وهويشاتي وصخيلاتي الصغار، مغوى الحياة الحلوة، تعيب من الحياة. وهذا بعد البط والوزي. تمشوا عاطن حرية تمشى فيهم ما شاء الله. والصلاة على النبي محمد. وله اللهم صلي وسلم على محمد وعلى رسيحه. تعيش حياة بدون دياي، بدون بطة، بدون وزة، بدون ما يستوي. يا صقع عمرك البيبان هذا ما بحياة حاشا. أنا الحياة تعيبني ما شاء الله. والصلاة جدر الهريس العودي هيبو. يلا اي عدل تورا وهاي المشاخر. يلا هي شوي يلا شو هاي الصيان طلعته. يلا عاشوا هاي، روح ستور كامل هذا بعد. اوه يا هجدور دنيا مال غوزي، يمكن يسوون غوزي حق الحد، انتم يعزمون حد. شوفوا طالعوا. يلا اسميك يا حري، ما مخلي جدور في الدنيا. وابوي ها شو ماله هذا؟ شو يعني ما ادري يا ربي شو هذا بعد طايح من وين جاي.
ماذا هذا؟ وابوي وابوي. ماذا هذا؟ ولماذا؟ ولماذا صنع هذا؟ أفيدوني بذلك. يلا شوف الملاحيز، شوف الشغل عادي عند حر. استور هذا بعد استورات استورات استورات. يا هي خدمة هاي اللي غنوا عليه عرايش القيض، وين الحب خليتي وليلي هلالي و... استغفر الله العظيم. عندكم يلا وينه؟ عاشوا شوفوا اطلعوا في ذمتكم، هذه حالة. يا الله المستعان. يلا 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 يلا. وهالشيء هالشيء مبطل شيء بيوانية. شوفوا طالعوا تعب ابوه. وينكم؟ ايش اللي هاي غرافة؟ ايش اللي اشوي هاي؟ شو ابا من هني ما ابو شيء. اشوف ايش اللي هذا حق الحشو؟ هذا 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 أسوي في حشو. ما شاء الله وصلنا. أهلا وسهلا ومرحبتين بالغ... الله يبلغكم رمضان إن شاء الله. قولوا آمين أعزائي وين ما كنتوا. الطلبيات ما شاء الله من الصبح ما وقفت. البزار جاهز. هذا نحن الحين بنعبي مرة. إيه اترس الغرشة مرة تراس. شوف 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 هذا شوف معلوم هذا رمون شوف الابزار حريه الرمضاني. بغيتوا مشبوس، بغيتوا صالونه، بغيتوا معكرونه، بليت جميع 14 نوع ما شاء الله وصلت على النبي. نعم هذا الخليج هذا هذا طلبيات. هاي طلبيات هاي كل هاي طلبيات ليه الأعمان. ها كل الأعمان ها كل الأعمان. شوف هاي طلبيات بيوديه نوح لوكيشن واحد. نعم هاي مال السعودية. هاي هاي 12 حب. هاي طلبيات رايحة أعمان ورايحة الحساء في السعودية. نعم واللي بوي بحط الرقم عندكم لرمضان باجي ان شاء الله 10 ايام. الله كريم 10 ايام 15 الله يبلغنا ان شاء الله يبلغكم يا رب العالمين. امين. هذا ما شاء طبعا الجود ولا ما يبقى كلام ما يوقف ما شاء الله. الله يهل يعتبر خير واللي منه والبركات ان شاء الله موجود في جميع المطابخ ان شاء الله بتحصلونه. ابهار حريه الرمضاني. يا هلا ويا مرحبا بالغاليين. الله يطول عماركم ويبلغكم ان شاء الله رمضان وتنهل علينا الهدايا من كل صوب ما شاء الله في شهر ذي بمناسبه الشهر الكريم. بابوي شو هذا؟ هذا مدخل. الله هذا شغل على الكويت. من الكويت من الكويت. هذا مدخن وهذه مرشي حق رمضان. طلع 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 بابو سرعة سرعة. اي ابو عدل هذا الشيء عدل. لا قالك حلاوة ولا ملاوة. هذا بيتم 10 سنين. يود 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 رابع. شوف طلع هذا هو. لا قال لك ورد تذبل ولا غيره. ما يتم حق مشبوس وحق صالونه. شيل شيل رجع رجع مكانه. رجع 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 رجع. ايه جزاهم الله خير. مشكور يا ابوي ما قصرت. وهذا شو بعد؟ تعال تعال ابراهيم البلوشي مشكور التحديد ابراهيم البلوشي. الحلاوه عبد الرحمن. كاكاو انا اكل كاكاو. ورده شو ابغي بالورده؟ يومين وذبلت وعقيت. اما هذا ما بينعق. حطيلين يبيوني عربي يقولوا ابراهيم البلوشي. ما قصرت ابراهيم البلوشي. افتح يا حنان. شو بقى يا بني جزاه الله خير. افتح انت بسرعه وابوي انا. سمع سمع ابوه. يا هو بيا حن يا هو بيا يا عبد الرحمن ابي ياح محلي هذا ابو صدقه باكر عيال غدائي ان شاء الله تعالى ابياح. وهذا
تحت. تسليم يا احمد. الله هذا حق عبادي ولدي يحب عبادي يحب الهامور وانا نعام باكر يا حي ان شاء الله تعالى غداي قصرت يا ابراهيم البلوشي مثل حسناتك والصافي الله يا وصافي اسمي ابوه يا ربي ها ودي حق هذا اللي بيها انا باخذه احسن ما قصرت والله عمره وبيض الله وجهك وبميزان حسناتك ان شاء الله ها ودي مش عبادي حمود داخل البيت وهذا سووا لي باشر مشوي باكر زين توك احسنت ابوي ما قصرت ابوي ميزان حسناتك ان شاء الله يلا ابوي شو ودك ودي بيتنا قال انا غنيه واحب الهديه ولو طاستن خليله ولا مخليه ما تروس الهام والصافي والربيح والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد نعمه من الله نعمه من الله ابوي نعمه 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 الحمد لله جزاهم الله خير في ميزان حسناتهم ان شاء الله ان شاء الله والصلاة انا اليوم مبروك يوم مبروك اليوم ما شاء الله يوم مبروك الهدايا تنال يا ريتني بعد هديه من السلطنة عمان يا هلا عمر يا هلا نزل نزل مشترك الوطنيه الوزير والوالي والقاضي يلا نزل 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 قواكم الله قواكم الله قواكم الله مشكورين وما قصرتوا يا هلا عمان يا الشركة الوطنية شو حذر كرة 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 أبوه الوزير 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 بيخلي الطبر الحبة العيش في الجدر الطير يلا نزل 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 بابا نزل 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 ركو 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 ما شاء الله بكب كامل مطرش فيه جزاك الله خير ما قصرت بيض الله ويه الشركة الوطنية نعم ها الوزير هذا الوزير ما أحلى وأجود أنواع العيش والوالد مشكورين وما قصرتوا ما قصرتوا يا الشركة الوطنية الله عيش الوزير من أحلى العيوش الله صراحة الوزير والوالي أسألوا حرية تنقز تنقز هذا يا مرحبا بكم اسمعوا عطوا الخباز قال خبزه وعطوا الطباخ عيشه الطباخ يحكم اما هذا القاضي يا الله ما تفضل صور القاضي تاكله وانت راضي ما يحتاج والوالي اره شوف والوزير هاي الثلاث انواع العيش من اجود انواع العيش اللي انا اطبخها ويبو عادي زاك الله خير الشركه وطيها في هذه هديه حق رمضان الوالي والقاضي والوزير ما شاء الله عليهم شوف ما بني انا اسوي لهم لا انا طباخ واعرف العيش احسن السلام عليكم وابوي ورحمه الله وبركاته احبائي احبائي الغالين الخميس ليله الجمعه اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد انتم ما قصرتوا جزاكم الله خير احسنتوا وما قصرتوا وما اول مره الكرم فيكم يا الشركه الوطنيه العمانيه وصلت الهديه هديتكم مقبوله والله يبارك ان شاء الله ما تبقى من شعبان والله يبلغكم رمضان يا اصحاب الشركه الوطنيه العمانيه الوزير والقاضي والوالي وحياكم الله مشكورين